يتكلمون عن الموضوع، يحطون أفلام وثائقية عن العرب والمسلمين وعن الإرهابيين وعن القاعدة وعن داعش وعن هذا وعن هذا والشباب وبوكو حرام وبوكو حلال وبوكو ما أدري منه. دخلوا 50 شخص، منهم المحامي، منهم السباك، ومنهم الكونستراكشن ووركر، ومنهم الموظفي الدولة، نساء ورجالة. وقبل أن يبدأ الدفاع والمدعي العام باختيار المحلفين من 50، لازم نختار 6 أشخاص. الحين السؤال كالتالي: هل ممكن أن عربي آخر، هل ممكن عربي آخر يكون صاحب هذه العينة مو ياسر البحري؟ ما هو أرصو شرق أوسطي، ممكن أو مو ممكن؟ بس يعني خلها في بالك، خلها في بالك السؤال هذا. إذا العينة رجعت لكم أنها تعود إلى شخص شرق أوسطي، ممكن العينة تكون إلى شخص آخر عربي آخر من الشرق الأوسط، صحيح؟ ما هذه بالنهاية كافيه قهوة للعرب، صح ولا لا؟ وجاء اليوم الثالث للربع من القضية، يوم ياسر البحري وفريق الدفاع يدافع عن نفسه، يطلع ويوري الناس هذه 6 المحلفين أن ياسر البحري ما سوى اللي قالوا هذيل سواه، وإن في تناقضات كثيرة في أقوالهن، يعني أمور don't make any sense. فالطريقة الحين اليوم الثالث، المحامي يدخل أول شيء البنات مرة ثانية عشان يسألهم أسئلة، يحاول يبين تناقض في عباراتهم، هذا واحد. 2، عندنا احنا شهادات خبراء علميين احنا دفعنا لهم عساس يدلوا بشهادتهم، ما دفعنا لهم عشان يقولون اللي يقولونه، لا، دفعنا لهم على اساس انه يقرون بس قراءة النتيجة وعطنا حكمك العلمي على ما قريته من اوراق. والشيء الثالث، بنجيب احنا عندنا النية، عندنا اغراض كثيرة من ميمي، نبي نوريها هيئة الجوري، هيئة المحلفين، أن شوفوا يا محفوظ السلام هذا وهذا وهذا. والشيء الرابع، احنا كنا نبي ندخل الخبيرة مرة ثانية تبعت الدي ان اي ونسألها أسئلة، نحاول نوضح لهيئة المحلفين ايش يعني حمض نووي، وايش يعني اكسكلوسيف انكلودد، كانت بي انكلودد، كانت بي اكسكلودد. يلا توكلنا على الله. فاول شيء الحين راح نسويه، طبعا ايضا عندنا شهادات اصدقاء ياسر، بعضهم كانوا متواجدين في الليالي المزعومه. يلا خير ان شاء الله، خلينا نتوكل على الله. اول شيء الدفاع الحين يطرح قضيته ويرافع، يا حضره القاضي القاضيه، نبي نجيب البنات مرة ثانية واحدة تلو الأخرى ونسألها أسئلة. ميمي مرحبا، good morning, how are you؟ أوكي ميمي، أنت قلتي أمس أن أنت كنت فاقدة الوعي، نعم، ولكن في نفس اللحظة قلتي أيضا أن بينما أنت كنت مستلقية على الأرض ياسر رفعك ونزل بنطلون الجينز واعتدى عليك، صح؟ صح. عشان يقولها آنسة، إما أنت فاقدة عن الوعي ما تدرين شنو صار، أو أنك علمت بما حدث. It can be both ways. إيش كان؟ كنت واعية وياسر نزل البنطلون واعتدى، أو كنت فاقدة عن الوعي ما عرفتي إيش الموضوع إلا afterwards بعد. ولكن فاقدة عن الوعي وتعرفين إيش اللي صار، هذا تناقض في الكلام. بس البنت ما عندها رد. اوكي شيء ثاني، انت قلتي البارح يسترداي، انت قلتي يسترداي ان انا قلت حق ياسر stop and he stopped، يعني انتوا بديتوا في ليلة معينة، بديتوا في حالة معينة بس ما عجبش تطور الى شيء ثاني، ف you told him stop، صح؟ قلت ايوه انا قلت له قف. وماذا فعل ياسر لما قلت له ستوب؟
he stopped. Okay, he stopped? Yes. Okay, so what's the problem? إذا هو stopped, where is the problem? إذا أنت قلتي له stop and he did, where is the problem? بس ما في جواب. لأن هي خلاص وصلت فيها المرحلة أن يأخذونها إلى المحكمة وتشهد. والله أنا بالنسبة لها مو مهم يعني الحين. المسألة الحين صار لها سنة ونص سنتين. ما هي اوريدي قعدت مع غيره والاف الله اعلم عشرات على الاقل. يعني بنيه ما كانت متربيه في مكه المكرمه، من بنات the lowest of the low of America. Anyway الشيء الثالث، اوكي يا انسه انت كنت فاقده الوعي صحيح؟ نعم. وكيف وصلتي الى منزلك؟ ياسر وصلني. اوكي لحظه رجعي شوي الشريط. ياسر يدل بيتكم؟ قالت لا ما يدل بيتنا. زين شلون وصلت بيتكم معززة مكرمة إذا هو ما يدل بيتكم؟ أنا أعطيت الوصف. شلون أعطيتي الوصف إذا أنت فاقدة عن الوعي؟ يعني هو يعني حطك على كتفه وركبك السيارة وديت للبيت وهو ما يدل؟ شلون ما مشيتي معاه وركبت السيارة معاه وقلتي له امش make a left make a right this roundabout go this way the second building to the left enter yes yes or no yes معناته مش فاقد الوعي no معناته فاقد الوعي فاتضحت الامور ان فيها ان احنا بالنهايه كفريق دفاع كل اللي علينا نسويه على الاقل حاولنا ان في الموضوع ان نوري هيئه المحلفين ترى في الموضوع ان مش بس في تناقض في الكلمات بل ايضا ما صار اللي صار اللي يدعون انه صار. فعن طريق كلامكم فقط احنا نحاول نورج هيئه المحلفين ان ترى ما صار شيء. لان احنا لو حطينا ياسر البهري على الستاند على المنصه اول شيء مهما كان ياسر مبدع في الانجليزيه المدعي العام راح يبهدله راح يطلع في تناقضات يمين يسار. ثاني شيء ياسر لا اسم، الحمد لله شكل حلو، ياسر لا اسم وشكل ممشي حاله ولونه واللهجة واللكنة، فهيئة الجوري اوريدي هاف واي كاش منه، فزيد هذا والهافي اكسنت وهذا والله العظيم راح يخرب على ياسر، راح يخرب على ياسر. ايش رايكم؟ هذا قرار المحامي. انا والله قلت للمحامي يا حبيبي حطني على الستاند خليني اتكلم خليني افضفض عادي. So what? I have an accent. So what? Don't worry about it. We got it this way. Okay, يا آنسة، أنت مش فاقدة الوعي إذا علمتي إيش صار بالضبط. ثاني شيء، أنت ما كنتي فاقدة الوعي والدليل إن أنت عطيتي وركبتي معاه السيارة ووصلتي للبيت معززة مكرمة وفقا للوصف اللي أنت عطيتي. ثالثا، by the way، على فكرة شلون تركبين سيارة مع إنسان لسه من قليل قام باعتداء عليك جنسيا؟ هل يعقل؟ موضوع أكثر. أما بالنسبة للأحماض النووية سمعتي أن في 4 دونرز 4 متبرعين لأحماض نووية في المناطق الحساسة، ممكن أن ياسر يكون واحد منها. ولكن يعني بالنهاية you either don't take showers ever or there is more to the story. لابد أن في موضوع أكثر من ياسر. إيش معنى ياسر بالموضوع؟ وين الآخرين؟ على الأقل يعني أعطينا الموضوع بأكمله. ليش كل شيء طاح برأس ياسر؟ لأنه مليونير عنده بير نفط في الحديقة الخلفية لمنزل أبيه الله يرحمه. ليش؟ ماني؟ المهم خلصنا من هذه. ركبوا البنية الثانية سامانثا. أوكي يا بنت الناس good morning how are you؟ إيش الادعاء بالضبط؟ قلتي إنه بينما كانت في جلسة وصاخبة وعزف وموسيقى ورقص ياسر قام باغتصابك بالفم. كنتوا لوحدكم يعني ولا كنتوا بين الناس؟ كان في شهود؟ لا انا كنت رحت الغرفه رحت اغير الموسيقى وياسر دخل علي. طبعا هذا ما صار نهائيا.
باي ذا واي يعني عزيزي المشاهد، ابدا ما صار الموضوع هذا، انا بس يعني قاعد اجاريك بالكلام من اقوالهن، ان حتى اللي قالوه لا يعقل. قال لها المحامي، قال لها اوكي اذا هذا اللي صار، سمانثا عندك عندكم اولاد في البيت؟ انا عندي اخواني واخواتي صغار ايام ايش هالمساله سهله ان توكلين الولد ولا الطفل سبون اذا الولد شبع ما بده؟ قالت it's hard, all you gotta do close his mouth and go this way. قال خلاص اللبيب بالاشاره يفهمه, there is no more questions for you. وان شاء الله ان انتم فهمتوها. شلون احد يرغمك على شيء, all you could say, okay, all you could do is no. ماسك مسدس هو؟ لا. حط حبوب منومة؟ لا. ايش الادعاء انه صار رغم, وين الكراه بالموضوع؟ ما كان في كراه. اوكي اذا ما كان في كراه وتخويف وارغام, شلون صار اللي صار؟ اذا صار غير عن طريق الرضا, لان simply open your mouth and close your mouth. مثل الطفل لما تعطيه شيء تبي توكله وما يبي, شو يسوي؟ انتهى. ولكن الموضوع فيه انه اكثر من, وهذا الكلام طبعا من هيئه الجوري المحلفين يسمعونه, وان شاء الله انهم قاعد يفهمون الموضوع. لمح المحامي مالنا ان كلام اشترى فيه تناقض, وانه ما صار كما تدعين. اذا صار اللي بعده, اوكي الحين بنجيب ايميلي. ايميلي good morning, how are you, what's going on, how old are you, با با با. اوكي قلتي بالامس ان ياسر حسس عليك ولا ايش اللي صار, وكنتي رافضة انت, I did not want. اوكي what happened next؟ والله قعدنا وبعدين تعشينا وبعدين حطينا شيشة بعدين شياشنا بعدين رقصنا مرة ثانية بعدين شن. يقول لها لحظة, بعد ما ياسر حاول الاعتداء عليك هذا صار؟ شن تسكت؟ شن يقول الحين انت انسان اعتوى اعتدى عليك او حاول اعتداء عليك, انت وصاحبتك سمانثا مش المفروض ان تطلعون immediately مباشرة من محله وتروحون للشرطة او لامكم او لحالكم او اي شيء, تروحون تفضفضون لهم؟ شلون عيل قعدتوا وكملتوا الحفلة معاهم وتو صار اللي صار؟ شلون؟ by the way هذه اقوالكم, هذه اللي قلتوها بالامس, هذه اللي قلتوها في الديبوزيشن, سؤال جواب اللي المحامي سألهم من شهرين ثلاثة, لنا الحق ان نسألهم. هذا اللي قلتوه في الديبوزيشن, هذا اللي قلتوه بالامس, ان بعد ما صار اللي صار استمرت الحفلة وقعدنا ورقصنا وشربنا وشيشة هذه مش اعراض احد لسه اعتدى عليه, هذه اعراض بنية سكتت لان خلاص عرفت انه وقعت في التناقض. اوكي no more questions your honor. جيبوا اللي بعدها. سالي good morning, how are you, what's going on. اوكي good. قلتي ان دخلتي ياسر دخلت الغرفة قالت انت you nervous or whatever, روحي يشربي لك شيء ولا راح شربت شيء داخل الغرفة وقفل عليك غرفة المكتب صحيح؟ يس. قال بس يا حبيبة الشعب, هذه صور المحل وهذا فيديو المحل, غرفة المكتب ما في قفل, الباب ما في قفل نهائيا, مشلول من قلبه. شلون قفل الباب؟ Well, he did not close the door. He just stood in front of it. بس هذا مش, that's not what you said yesterday. Yesterday, أمس قلتي إن ياسر قفل الباب عليك وقال لك هيتلك. والحين غيرت الكلام. بالديبوزيشن هم قلتي إن ياسر قفل الباب. ولكن الحين يا حضرة القاضي شوفوا هذه أوراق, هذه صور وهذا فيديو تصوير للباب والقفل, إنه ما في قفل, باب القلب مشيول. أنا عمدا كنت شايل القلب أساس أمور زي هذه. أنا عمري ما أحب أن أسكر الباب. الباب لو أسأل أي موظف عندي أو صديق زارنا الباب دائما مفتوح. أنا أحط أصلا طاولة وأخلي الباب مفتوح 24/7. ليش؟ لأن الباب أشوف أكت زباين يمشون يروحون to the back door. عندي
باب خلفي، باب طوارئ. أوكي، آمن بالله، حاول اغتصابك أو احتجازك whatever. أي صار بعدين؟ جيت له وضربته ورحت من تحته وفتحت الباب وطلعت ترى. أوكي، بعدين صار ما اعتدى عليك؟ لا ما اعتدى علي. أوكي حلو، بعدين صار؟ I went home. قال لها يعقل لسه واحد حاول اغتصابك تروح البيت؟ ما عندك ترفعين 911 hello somebody here is an animal he just did this to me؟ ما عندك ال اها ما في كلام، مجرد ادعاءات. ولقيت الفرصة الحين ان كل واحد يفضي اللي بقلبه، عاد لينتقم، كل واحد عنده شيء يبي. واي نوت؟ واذا فيها مليون مليونين كل واحد ياخذ له بيس اوف كيك، واي نوت؟ اطلع لي 100,000 200,000. وهذا اللي صار. الحين خلصنا من البنات، قلنا يا حضرة القاضي، طبعا المحامي هاربر، يا حضرة القاضي احنا خلصنا من شهادات البنات، ورينا هيئة المحلفين تناقضهم في عباراتهم، الحين بنجيب شهادات شهودنا ربعنا. اطلب الشاهد رقم واحد، شاهد الدفاع اركدش. اركدش هذا صاحبي تركي حبيب، على نياته وحبيب طيب صغير في العمر، انا كنت 30 هو كان 22. واركدش كان وياي معظم الحلقات هذه، على الأقل أول ثلاث حلقات المدعين، وفي ليلة ميمي كان موجود لي تقريبا ثلاث أرباع الليلة قبل الله. وين أركدش؟ أركدش مش موجود في قاعة المحكمة. أي وزقه هنا ولا والله ما تصدقون يا الربع، الشرطة ماسكينه برا جايبين الهجرة، آيس يسمونهم آيس، جايبين الهجرة، رجال الهجرة قيدوا ايده وقالوا له انت في فايليشن، انت تخترق قوانين الهجره في امريكا وراح نبعدك الان. الولد طبعا صدم وصعق، عنده مدرسه بيخلص وما عنده مشكله نهائيا، ما عنده مشكله فيزا صالحه، بس تخويف وترهيب، وان ترى انت الحين في صدد انك تشهد لياسر البحري واحنا عاوزين نرخمك. المحامي قال لي ياسر استنى هنا انا بروح برا اشوف سالفته هذه. والمحامي طلع برا خمس دقائق القاضي قام تقول اي مستر هابا وير ار يو وير از اركدش. طبعا ولده كان محامي المشارك وراح كلمها قال لها يور اونر اور صديقنا برا وبس عنده مشكله مع الشرطه بنحاول نخلصها. المدعي العام راح جاب الهجره على الولد اساس يرهب الولد ويخوفه من الشهادة لصالح ياسر. لا عجب إذن بعد عشر دقائق بعد ما طفح كيل القاضية طلع دخلوا الولد وقال له we're not finished with you yet but go and come back. دش الولد مسكين يرجف والله العظيم، يعني طالع مو هو، ركب على المنصة مصعوق وخايف يعني لدرجة أنه كأنه هو اللي يحكمونه مش ياسر البحري. قاعد على المنصة والله العظيم ما تسمع شي يقول من كثر الخوف، ما تعرف الرد. أنا أفهمه لأنه هو بالنهاية شرق أوسطي ونحن نعرف لكنات ولهجاتنا بالإنجليزي. وبالنهاية حاول المحامي هاربر أنه يسأل بعض الأسئلة، وحاول أركدش يتمالك أعصابه ويجمع قواه وشجاعته ويجاوب، بس الإجابات ما كانت يعني ترضي القلب، ولكن مش يسوي، من له حيلة فليحتال. هذه حيلة أخرى لعبها المدعي العام. أركدش كنت موجود أنت يوم إيميلي وسمانثا كانوا موجودات؟ نعم والله يا الربع. هل صار بابا 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 ناس ما قالوا؟ قال لا ما صار، أنا موجود اليوم كله. زين كنت موجود يوم سالي بابا بابا بابا
نعم انا كنت موجود وكنت داخل المكتب مع ياسر، وبالمكتب كان معانا توفا، انا ياسر وتوفا وسالي. يوم ياسر وتوفا فايرد سالي، يعني ما صار اللي قال، ما صار ابدا. انت كنت موجود يوم ميمي كانت موجوده، ميمي وتارا؟ نعم، بس انا ما كنت موجود اليوم كله، موجود ثلاث ارباع الليله، يعني مشيت على الوحده 12 ونص، بس انا موجود من مبكر الليل لاخره لي ثلاث ارباعه. وايش شفت؟ قال انا طبعا صوت خافض للغايه وما زال مرتعب، ولكن حاول انه يجاوب لانه بالنهايه ما يبي يشوفني اروح سجن. ولدي يعرفني شخصيا، مش ما كان في حاجه انه يالف، كان عليه انه بس يقول اللي شافه. حتى والله العظيم لو كان يبي يالف ما يقدر من شده الرعب والخوف اللي كان فيه. شنو شفت يوم ميمي موجوده؟ والله شفت ميمي تتغزل في ياسر، تمسح على ياسر، تروح وترجع عند ياسر، اير كيسز فور ياسر، وعينها ما على الا على ياسر. وهذا اندرستاندبل لان ياسر هو زعيم القعده وراعي المحل، وكل الموظفات هذه تعاملهم مع ياسر. فعرفت ان شي از جاست انذر وتبي تلعب مع ياسر. وكان ياسر من نوع اللاعوب، قال لا ياسر يعني يحب يضحك يحب يفرفش، ولكن ما عنده يعني عنده خطوط حمراء ما يعديها، خاصة مع البنات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الأقل شهادتك تنفع إن شاء الله. عادي صدقونها ما صدقونها كيفهم، أنا كان ودي هيئة المحلفين إن صدقونها. المهم قال بالنسبة حق سالي، وصار بعدين يوم سالي مشت، قال سالي مشت بعد ما طلعت من الغرفة بعد ما طردوها، ركبت سيارة مع واحد اسمه داستي، وداستي هو موظف آخر عندنا في القهوة كافيه، وكانوا متوعدين إنه يروحون، هو عنده حشيش طيب جديد يسمونه بيربل هيز، بيروحون يلفون يشربون ويشربون ويدخنون. فيا بنت الناس سالي يا محترمة، ياسر البحري حاول الاعتداء عليك منذ قليل، عوضا عن أن تروحين للشرطة وتبلغين على هذا الحيوان القذر، تروحين في ليلة صاخبة وليلة حمراء وحشيش بيربل هيز مع شوية بيرة مع شخص آخر، هل يعقل؟ أوكي أركدش، وما بال إيميلي وسامانثا؟ والله العظيم جوابه وكأنه رمى قنبلة يدوية في القاعة. قال أنا موجود الليلة كلها، وبقول لكم شيء ما حد يعرفه إلا اليوم. سامانثا gave me a blowjob not ياسر، وعطيتها أنا $50. والله العظيم يا رب حتى أنا صعقت، قله والله العظيم شيء غريب هذا. طبعا انا فرحت مش عشان العمل، فرحت ان في دليل يبين نوعيه البشر اللي رافعين عليه قضيه، والله العظيم. ولكن المعلومه مرت ومرور الكرام وكانها لم تسمع، لا من قبل هيئات المحلفين ولا طبعا انا محامي طالعني الصدم. انا مهدي ما كان هو وزير النساء كلش، ولكن الله أعلم ضرورة أحكام. المهم وهذه شهادة صاحبنا وانتهت. أوكي يور آنر نبي نجيب شهادة توفا. توفا مديرة المحل، أوكي عمرك قدمون هواري، أوكي كنتي موجودة يوم سالي موجودة؟ نعم. هل صار اللي صار تدعي أن ياسر حاول الاحتجاز والاعتداء عليها؟ قالت ما صار، أنا كنت موجودة داخل الغرفة وكان معانا أركدش وإحنا طردناها لسوء العمل وما عجبها الكلام، وهددتني وهددت ياسر، والسالفة هذه من سنة ترى. كنت موجودة يوم إيميلي وسامانثا موجودات؟ قالت أنا ما كنت موجودة بس سمعت باللي صار من قبل موظفات أخريات. والسالفة سهلة، تصرفوا في يوم من الأيام وكأنهم هم ملاك المكان، جابوا شباب ولفوا حشيش داخل محل ياسر، ياسر ممنوع منعا ياسر كان يمنع منعا باتا
تعاطي المخدرات والحبوب داخل المحل 100% ممنوع، لأنه كان يخاف على رخص المحل، ما كانت السالفة سايبة. وبعد ما لفوا الحشيش وقعدوا مع أصحابهم، ياسر ما كان موجود في بداية الليلة، يوم دش عليهم صادهم، غضب عليهم غضب، أخذ فلوس الناس وطردهم برا. فهذا اللي صار، مسألة أن ياسر راح اعتدى بالفم هني وحاول يحسس على هذا منك، هذا كلام باطل وليس له أي أساس من الصحة. بس أنت ما كنت موجودة، قلت أنا ما كنت موجودة، بس I tell you اللي على لسان كل الموظفين والموظفات. ليش؟ لأنك كانوا موجودات وموجودين. أوكي، وما بال ميمي؟ ميمي كنت موجودة في الليلة؟ قالت أنا كنت موجودة ميمي، بس ما كنت موجودة اليوم كله، بس موجودة يعني تقريبا موجودة كنت ثلاث أرباع الليلة. وشو شفتي من ميمي؟ هل ياسر في أي لحظة من لحظة كان يشربها ولا كان يهددها؟ قالت لا، على الرغم أنه كان عندها أخطاء الدنيا، ولكن كان عندها لا مبالاة شديدة، لدرجة أنه كانت يعني بالعلن تسلم على ياسر، اير كيسز حق ياسر، كل شيء ياسر ياسر، تروح تحاول تتلمس عليه وتحكك عليه بينما هو على الكاونتر. أنا ما كنت موجودة آخر الليل، بس ما أعتقد صار اللي يقولون صار. توقع إذا في أي شيء هو العكس، العكس هو الصحيح، هم اللي سووا في شيء مش العكس. ماشي Your Honor, no more questions. أوكي، حضرة القاضي، الحين بنجيب الخبراء. عندنا خبير يقرأ نسبة الكحول في دم الآنسة ميمي، تفضل. اسمك، عمرك، شهادتك، شهادة الاختصاص، كم سنة صار لك في العمل؟ 30 سنة وعندي شهادة وعندي مش عارف ايش وانا خبير. اوكي، حلو الكلام. هذا التقرير امام عينك، اقرأ لنا وكلمنا بالعربي بالعامي، بالانجليزي عفوا، بالعامي، شنو معنات الارقام هذه؟ 0.107 0.108 stuff like that. انا 30 سنه من الشغل، انا اعمل دي ان اي، اعمل توكسيكولوجي اللي هو فحص الدم، احلل نسبه الكحول، احلل نسبه المخدرات، الشوائب، كل هذه في دم الضحايا او المجني عليهم والمشتكيين وريفر. قال هذا تقرير امام عينك، اقرا وترجم لنا. قال والله شوف، أخذوا الدم الساعة 7 صباحا، كان الرقم 0.13. حلو، علميا طبعا هذا 0.13 كان يكون يعني ممكن يكون تبسي منشع، بس ما يكون سكران لدرجة أنه يغمى عليه. قال ولكن هذا الساعة 7، الادعاء أنه هو أعطاها الخمرة ولا هي كانت فاقدة الوعي الساعة 3، فرجع 3-4 ساعات من لحظة الدم، فحص الدم 6-5-4-3، فنسبة الدم علميا أكثر، مش 0.3 راح يكون 0.7-0.8، نسبة أكثر في الكحول في داخل الدم ميمي. حلو حلو، أوكي، إيش هذا يعني؟ قال رقم كبير ولكن ليس كفيل بأنه يغمى عليها أو تفقد الوعي. سكرانة؟ نعم. تبسي؟ نعم. بعدين سكرانة على حسب تعاطيها للكحول، يعني إذا هي طول حياتها تشرب هذا ما رح يأثر فيها، تحس أنها تبسي، تحس أنها بس مش فاقدة للوعي. قال هذا رأيي العلمي، قال هذا رأيي العلمي، وأنا 30 سنة بالبزنس. في هاللحظة هذه القاضية تسمح حق المدعي العام يسأله، قال له أوكي، المدعي العام قام قال له أوكي يا حضرة، كم دفع لك ياسر عشان تقول اللي قلته؟ كان يبتسم، شان يقول أنا ياسر ما دفع لي عشان أقول اللي قلته، ياسر دفع لي على أساس أقرأ النتيجة الموجودة داخل هذه الورقة. هذا شغلين، شغلتين مختلفات. قال عفوا عفوا، ما أقصد أني أجرحك، كم دفع لك؟ قال أعطوني $10,000 على أساس أقرأ النتيجة. وعلى فكرة، هذا الخبير قال حق المدعي العام، على فكرة أنا شهادتي تؤخذ مرات منكم، أنتم مرات تستدعوني وتعطوني فلوس ومرات فريق الدفاع. فأنا الشغلة اللي أنا مش يعني والله بس هذين يعطوني فلوس عشان أشهد لهم، مرات أنتم
كفريق مدعي عام تابع الدولة تطلبون شهادتي العلمية في مقابل. ايش انه يحاول يوصل معلومة الى هيئة المحلفين انه ترى مو سايبة تعال فعل من يدفع اكثر انا اروح اقوله. انا اجي اقرا ارقام واقول لك ايش خبرتي العلمية بالارقام هذه. اوكي بالنهاية 0.7 0.8 معناته البنية شربت 6-7 كؤوس شاتس whatever you wanna call it ومش كفيلة انها تفقد الوعي period simple as that. هذه شهادتك العلمية يا محفوظ السلامة؟ قال هذه شهادتي العلمية. قال اوكي المحامي your honor we have no more questions for this guy now عندنا واحد ثاني اللي بنجيبه. وجاء دور شاهد علمي اخر اسمه جيمس خلنا نسميه جيمس يا الربع حطيناه على المنصة وهدفنا انه من خلال خبرته لانه 30 سنة يشتغل في الشرطة من خبرته لما يشوف الناس اللي يشربون ايش حالتهم عادة. حلو الكلام حلو. فاحنا كان اللي قبله نبي يقرأ نتائج الفحص علميا ايش هذا بس جبنا الثاني اساس من خلال تجربته الشخصية تعامله مع الناس اللي تشربوا هذا ايش تصرفاتهم خاصة بعد ما يعطيهم الشيء اللي هو يسمونه breathalyzer اللي هو فحص الكحول في الجسم عن طريق تنفخ في الجهاز. من تنفخ وانت بالسيارة توقف يقولك تعال شارب لا مو شارب اوكي انفخ الرقم يقولك والله مثلا 0.7 0.1 whatever. اوكي كان القاضية تقول طبعا اول شيء مدعي العام قال your honor I object اعتراض your honor ما شوف لا مكان هنا بالموضوع. هو من حق انه يعترض ولكن مو من حق انه يتخذ القرار كان بيد القاضية. وللأسف القاضية قالت انها نقبل في اعتذارك في اعتراضك. وعلى اي اساس حضرت القاضية ما تبين هذا يشهد لصالحنا؟ قلت هو قاعد يتكلم عن من خلال خبرته. قلت انا هذه الموضوع صلب الموضوع انه من خلال خبرته 30 سنة شرطي هو 30 سنة شرطي 30 سنة اختبر الناس بالبراثلايزر ويعرف تصرفات الناس لما هم شاربين. فنبي نسأله سؤال ان الرقم 0.107 108 هل هذا كفيل بان الانسان يكون فاقد للوعي ام لا؟ وايش رد القاضية يا الربع؟ اعتراض المدعي العام مقبول وما راح نعطيكم الحق انك تحطون الولد هذا على المنصة. هذا اول شيء حرمتنا منه الله يهديها. اول شيء يعني هذا شيء ضروري. احنا جبنا انسان علميا يشرح الارقام نبي انسان ثاني من خلال تجربته الشخصية. يلا خير ان شاء الله. طالعني المحامي قال ياسر here we go again. يلا معلش. اوكي يا حضرة القاضي الحين احنا جبنا الشهادات وجبنا الربع وتكلمنا عن الدي ان اي تكلمنا الحين خلونا نتكلم نبي شهادة الممرضة. تعالي تفضلي اقعدي good morning how are you نبي نعقب على تعليقك البارح. يا بنت الناس هل انت شخصيا قمتي باجراء فحص الاغتصاب او اعتداء الجنسي على ميمي؟ قالت انا. هل رحتي الى المناطق الحساسه؟ نعم. اولا هل وجدتي كدمات او 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 اي شيء ثاني اثار على جسد البنيه تدل ان في اكراه او؟ قالت لا. قالت قال لها اوكي انت قمتي باجراء فحص الاعتداء على المناطق الحساسه ايضا؟ قالت هذا واجب. اوكي وماذا وجدتي؟ قالت انا اخذت عينات من الجدار الداخليه الجلد والأماكن هذه وكتبت التقرير. وشنو كان تقريرك اللي كتبتي؟ وهي كمان حذفت قنبلتها اليدوية في قاعة المحكمة. قالت ما كان في آثار جماع. مش آثار اعتداء مش آثار اغتصاب ما كان في جماع أصلا. جماع بين الزوج والزوجة بين الصاحب وصاحبه حتى هذا ما كان موجود.
المحامي قال اشرحي شوية الله يخليك، يعني شنو الكلام؟ قالت عادة الجدار الداخلية تبين لأنها حساسة لدرجة حتى لو كان في جماع بين الزوج والزوجة فحصنا يبين إذا كان هناك خدش أم لا، فحصنا حتى لم يستطع تبين إن كان في جماع أصلا بالموضوع. إيش الكلام هذا؟ جبتوا الولد حطيتوه على منصة الاتهام تبي تودونه ورا الشمس والدليل الطب الشرعي يقول ما في جماع، وين الاغتصاب؟ وين الاعتداء؟ وين الاعتداء؟ وين الاعتداء الجنسي إذا ما كان في عمل جنسي؟ اترك عنك والله في الصدر الأيمن كان هذا ولا تعريف الاغتصاب، تعريف الاعتداء في الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا تعريفها كالتالي: لازم وجود التحام عضوي أو بأداة أخرى أو بأصابع، لازم وجوده، لازم وجود، لازم إثبات وجوده، ولازم يكون هذا كله صار بعدم رضا المعنوي المشتكي أو المجني عليه. تقرير الطب الشرعي الرابع يقول ما في جماع، ما في اغتصاب، ما في علاقة حميمة حدثت في المناطق الحساسة. فبالتعريف، بالتعريف ما في قضية، لم يقع. المهم محامينا وقف قال Your Honor We ask you to dismiss the case now، نبيكم الحين تلغون القضية وفقا لمقولة الممرضة اللي فحصت ميمي، لأنك بالأبيض والأسود مكتوب إن لم يقع جماع بين الطرفين، إذن ليس هناك قضية. ولكن الله هديها صاحبتنا هذه القاضية دكر قالت نو، راح أخلي القضية تستمر، وإذا عندك مشكلة مع قراري يوم تخسرون إذا خسرتوا سووا بالاستئناف واذكروا هالقضية هناك، اذكروا هالنقطة هناك في الاستئناف. ليش؟ ما هو اوريدي موجود قدام عينك، قدام عينك طب شرعي يقول ما في جماع، ما في التحام، ما في تدخيل، ما في شيء نهائيا. اذا وفقا لقانون الاغتصاب في امريكا في الولايات المتحدة في فلوريدا خاصة، اذا ما في التحام بين عضو واخر أو بين أصابع وعضو أو بين أداة غريبة وعضو، إذا ليس هناك جماع، ليس هناك قضية اغتصاب نهائيا. المهم طالع لي المحامي شو يقول لي Here we go again. ماشي خلينا الممرضة حين تكلمنا مع الشهادة العلمي، تكلمنا عن جيمس وجبنا شهود، جبنا الربع كلهم. اوكي الحين احنا عندنا كم قنبلة يدوية حاطينها في الشنطة نبي نحذفهم في القاعة، نبي الناس حياة المحلفين ينصدمون لانها عنصر المفاجأة مفروض. كان تقول القاضية اوكي مستر هاربر وات ايلس ايش عندك كمان؟ قالها يا حضرة القاضي انا عندي، طلع اوراق بيده، عندي اوراق برنت اوت من الفيسبوك التابع إلى ميمي وأصدقائها وفيها أدلة خطيرة. كان ينجز المدعي العام Objection Your Honor Objection، كان تقول أوكي أوكي تعالوا اثنينكم إلى المنصة خلوني أسمعكم من دون سماع هيئة المحلفين على أساس أقرر إذا أسمح لك تقول الأدلة هذه قدامهم ولا لا. راحوا عند المنصة كان يقول مستر هابش إيش عندك؟ قال له هذه أوراق وعملنا احنا print out من الفيسبوك التابع لميمي محادثة هي وأصدقائها كالتالي، بترجمة بالعربي: سمعنا أن أخو ياسر شرى المحل، شرى الكافيه شيشة من ياسر، إيش رأيكم نعمل فيه مثل ما عملنا في ياسر ونسكر محله للأبد؟ قنبلة يدوية، يمكن قنبلة نووية. كان القاضية تقول ما راح أسمح لك تحط الدليل هذا،
ما راح اسمح لك تعرض الدليل هذا على هيئة المحلفين. ليش؟ يعني هي قاعد تفكر ليش؟ خل تجيب لنا عذر. كان تحذف كلمتها بالانجليزي hearsay. hearsay مش hear. hearsay H-E-R-E بعدين كلمة say. ترجمات عديدة لها بالعربي، بس الترجمة القانونية والله أعلم إن هذا دليل من طرف ثالث بالموضوع، طرف ثالث للقضية، شخص ثالث third party evidence، شخص ثالث ما له دخل بين ياسر وميمي، هذا شيء ثالث. أنا للحين ما نفهم يعني شنو الكلام هذا. hearsay معناته إنه شيء طرف ثالث third party evidence. انصدمنا. رد المحامي طالعني شيء طالعني يعني there we go again. هذه three there you go again. شيء يقول لك الحين هني محامي مالي، طبعا أنا متلخبط يعني قاعد تصده واحدة ورا الثانية، يعني قاعد ترده واحدة ورا الثانية. كان تقول كان يقول له أوكي، كان يقول له يا مستر هابر proceed أكمل إيش عندك كمان. كان يطلع ورقة ثانية، كان يقول أنا عندي ورقة أخرى أيضا تعود إلى ميمي والفيسبوك تبعها. أيامها حزاتها عندنا فيسبوك، ما كان في إنستغرام وسناب شات ولا. عندنا ورقة من الفيسبوك تبعها إن هي عضوة في جروبات مجموعات محبي الاغتصاب ومحبي الجنس العنيف، العنف الجنسي، محبين يعني أنا الجروب هذا يعني مثله الأعلى أن أنا ما تجيني الشهوة ولا تجيني اللذة إلا عندما اغتصب، إلا عندما من محبي الاغتصاب. يعني أنا لما أدش مع واحد أفضل رف sex over anything else. Objection, Your Honor. Objection, no. Okay, both of you come back. Okay, let me hear what you guys got to say. أساس هيئة المحلفين ما يسمعون. Okay, Mr. Harper, what do you have? Your Honor, عندنا هذا. إحنا مسيفين. سوينا له print out. إيه هي؟ عندها جروبات من نوعية من البشر. يعني أنا مش يعني إذن لا، بس عرف يعني شلون الموضوع بالنهاية. يمكن هي في الفعل صار، يمكن هي تحب النوع هذا، لأن هي قالت، هي أقرت في الفيسبوك تبعها أن this what. كان تقول لها ما راح أخليك تدخل الدليل هذا، وإذا عندك مشكلة بقراري إذا خسرته وقت الاستئناف استأنف. كان يرجع المحامي ويطالعني عين بعين ويكلمني مرة ثانية ويقول لي there we go again البحاري. تلاحظ ولا قوة إلا بالله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه صراحة يعني سكرت علينا، ما خذت كل الذخيرة اللي عندنا. كان يقول له proceed Mr. Harper, what else you have. الحين طبعا هي got ugly with us. And she became ugly with us. You could feel it, the vibe in the air. شان يقول لها طبعا المحامي، أنا طبعا تتخربط الله أعلم بحياته عمره 30 سنة خدمة محاماة، يمكن هذه أول مرة تسطرون فيه يمين يسار، سووا فيه مثل ما عادل إمام في الأفوكادو. المهم شان يقول لها Your Honor عندي تسجيل صوتي للشابة ميمي ثالث يوم بعد الليلة المزعومة، في تسجيل صوتي اتكلم احد مخبري ياسر اللي دفع لهم، ياسر مخبرين تجاريين تدفع لهم عشان يتقص الحقائق، مخبر ومخبر، واحدة زوجة الشرف متقاعدة شرطية متقاعدة، وواحد مخبر تجاري صار له 30 سنة محترمين بس يعني قطاع خاص. عندي تسجيل صوتي الآنسة مونيكا المخبرة اللي كانت شرطية سابقة تسأل ميمي، تقول لها أنت تبي تشوفين ياسر يروح السجن؟
كان ترد تقول لا. انت ايش تبين في ياسر؟ قالت تدرون شلون؟ هذا في تسجيل صوتي، اعطوني $1,000,000 وانا اتنازل عن القضيه. فيا حضرة القاضي عندنا الاوراق هذه نبي نوريها. Objection يا انا over my dead body. كان تقول لهم تعالوا الى المنصه again، خلينا نسال نسمع ايش. اوكي مستر هابر واتس جوين اون؟ قال لا يا حضرة القاضي هذا كه تسجيل صوتي، قالت انا ابي مليون. حتى سالها صاحبنا المخبر الثاني وش تبي تسوين بالمليون؟ كان تقول ابي ادفع تكاليف الجامعه وابي اشتري سياره واشتري بيت والباقي اتبرع فيه الى جمعيات حقوق الانسان وحقوق وحقوق ياسر. ما أنا مش انسان هو ولا ايش يعني؟ الحين ممكن سؤال يعني داول في ذهنك البحر، ليش ما دفعت المليون وخلاص؟ اول شيء انا ما توقعت ان راح يجرجروني ويبهدلوني البهدله هذه. ثاني شيء سهله، مليون انا في الجيب الفوقاني، مليون في الجيب الباك بوكس، مليون ثاني في طفايه بسياره، سهله تجيب المليون. ثالث شيء ابتزاز، هذا يعني كأنك الحين انا اقول لك تعال عطني 1,000 دينار ولا ترى بصك على سيارتك ما خليك تطلع. ما يصير. الحين اللي عارفه يعني صراحه كانت مستاهله اني ادفع المليون، ولكن في لحظتها ابيت والله مستحيل over my dead body. المهم المحامي قال حق القاضيه يا حضره القاضيه ترى هذا الموضوع عندنا تسجيل صوتي، ولا بندو انكم تعرفون الحين ايش رد القاضيه. مرفوض. واذا عندك مشكله وقت الاستئناف اذا خسرت القضيه اليوم استأنف. There we go again. احنا الحين وصلنا الى dead end، طريق مغلق. فقال لها المحامي قال لها اوكي يا حضرة القاضية، احنا كفريق الدفاع انتهت مرافعتنا، والحين الكرة في ملعبك انت. وهذا كان الربع كله في اليوم الثاني من القضية واللي استغرقت 3 أيام. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نرى اليوم الثالث والأخير من ملاكمة بين ياسر البحري وولاية فلوريدا. Be there or be square.